ليلى عبد اللطيف، ماذا يحدث؟ دول عربية تنهار فعلياً وأخرى تلمع، تعرف عليها. الأخطر من التوقعات لليلى عبد اللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام. مرحبا بحضراتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وعدد من توقعاتها الخطيرة للعالم. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معنا شرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تتوقع ليلى عبد اللطيف ان 2023 للأسف هتكون بداية المجاعة في بعض الدول العربية والأجنبية، وللأسف هتكون سنة بداية الحروب الأهلية كمان في دول أخرى. الحرب في السودان تدخل للمجهول المظلم وللنفق العميق والمليء بالأحداث الكبيرة والمؤسفة. حكم العسكر في السودان مهدد بالزوال بسبب الأحداث القادمة، وشمس السلام في سماء السودان تشرق بعد كل المصاعب والمعاناة، والتغيير قادم مع السلام والأمان بالمراحل القادمة. تشهد إحدى المناطق الليبية للأسف اشتباكات مسلحة بين جماعات موالية للسيد الدبيبة وبين جماعات متطرفة، وتؤدي لسقوط قتلى وجرحى. أرى الجيش الليبي يتدخل للسيطرة على هذه الاشتباكات. روسيا تعمل على مبادرات تصب إلى ضرورة الحوار الدولي المباشر مع الرئيس بشار الأسد بصفته الممثل الشرعي الوحيد للسيادة وللشعب السوري. قطر هتلعب خلال 2023 أكبر الأدوار السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، خصوصا في سوريا ولبنان وليبيا. وأكبر المفاجآت السياسية في لبنان قد تكون باستقالة كتلة التيار الوطني الحر من المجلس النيابي، وحتكون المملكة العربية السعودية محط الأنظار في العالم من خلال إنشاء مناطق سياحية بارزة وشاملة قد تنافس من خلالها بعض المدن أو المناطق السياحية الأوروبية المشهورة والبارزة. هيتم الإعلان عن دول منكوبة حول العالم بسبب أحداث كبيرة، ومن هذه الدول السودان، كمان بعض دول إفريقيا وبعض دول أوروبا من جراء كوارث طبيعية وإنسانية وحروب. سيناريو أحداث ليبيا والعراق أراه يتكرر في السودان خلال المراحل القادمة. كمان تتوقع أنها تشهد الكويت أزمة سياسية طارئة، لكنها ستكون عابرة ولن تؤثر على استقرار الأوضاع في الكويت. الاقتصاد الأسترالي سوف يلمع وينتعش بقوة خلال المراحل القادمة، وكثافة طلبات الهجرة لأستراليا خصوصا من دول أوروبا، واللي هتكون لافتة جدا وتصبح حديث الناس ومحط الأنظار ومحط أنظار العالم. تتوصل تونس إلى قرار دستور وقوانين وتشريعات جديدة، مما يجعل الأزمة التونسية تجد طريقها للحلول السلمية والسياسية المناسبة. من أجل إعادة زمن الهدوء السياسي والاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي ومواسم السياحة المميزة، وأرى أن الدستور الجديد في تونس سيكون متوازن ويؤسس لبناء دولة خالية من التطرف والأزمة. وشايف الجيش السوداني بيتحرك عسكريا، وأثيوبيا بتستعد وبتتأهب للرد، وأيضا ستشهد هذه الحدود اشتباكات كبيرة وعنيفة، وسنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة تثير القلق والبلبلة في دول إفريقيا من جراء هذه الحرب السودانية الأثيوبية القادمة، واللي ستبدأ باشتباكات على الحدود وتنتهي بسقوط للأسف آلاف الضحايا. كمان تتوقع أن في الداخل السوداني شايفة التوصل لاتفاق دولي بينهي حكم العسكر ويأتي بحكومة وحكم مدني من جديد، وتكون مهمة العسكر السوداني هي الدفاع عن الأرض وحماية المؤسسات والشعب وفرض الأمن والأمان. وأيضا شايفة خلال الفترة القادمة أنه حيتم رفع أجور ورواتب الأطباء والممرضات والأجانب في كندا، وستكون كندا هي الدولة التي تدفع أعلى الأجور للأطباء والممرضات الأجانب في العالم، هي وأستراليا. سنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الوجهة السياسية في العراق، وسنرى المدن والشوارع السويدية الهادئة تشهد مظاهرات كبيرة تحمل معها مشاهد فوضى وعمال شغب وحرائق وتخريب وتكفير للأسف، واللي هتحصل بسبب العنصرية والتمييز. كمان شايف الاضطرابات سوف تحتل الشارع السوداني، وأرى بعض قيادات وأفراد الجيش السوداني تقف إلى جانب الشعب وتتعاطف مع المطالب الشعبية السودانية من أجل حقن الدماء وتحقيق مطالب الشعب المشروعة، مما يؤدي إلى حدوث تغيير بارز في الحكم والحكومة وإصدار قوانين جديدة تحفظ حقوق الشعب والدستور. وسنرى الشعب السوداني ينتصر في النهاية مهما طال الزمن، وسنسمع صوت واحد في هذه الثورة، والخلاص آتي لا محالة.
كمان بتقول لالا عبد اللطيف ان هذه الثوره او الانتفاضه الشعبيه في السودان هتؤدي لفتح ملفات كبيره تثير جدل واسع وتؤدي لفتح اسماء شخصيات سودانيه بارزه، وان مظاهرات السودان اللي هتحصل هي اللي هتنتصر وهيختاروا رئيس. كمان لالا عبد اللطيف بتتوقع ان شبح الاغتيالات في لبنان قد يطال شخصيات لبنانيه من الصف الثاني، وهذا الخطر سيحوم حول بعض الوزراء والنواب السابقين او الحاليين للاسف. كمان كندا تعلن حالة الطوارئ وبسبب حادث مؤسف، كمان بتشهد مظاهرات مليونية وغير مسبوقة لأول مرة في تاريخها، أيضا سقوط عدد كبير من الجرحى في لبنان لحادث مؤسف. دي كانت أهم توقعات النهاردة لليلى عبد اللطيف، بشكر حضراتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة، دمتم في أمان الله.